نذهب سويا مشاهدي الكرام إلى محافظة دمياط، حيث نذهب إلى كابتن منى عراقي، وهي أول مدربة تساعد ذوي الهمم على ممارسة التمرينات الرياضية بلغة الإشارة، وذلك من خلال برنامج كسر الحواجز. التفاصيل في هذا التقرير. برنامج كسر الحواجز برنامج رياضي تعليمي، يعني مش بس بنهتم بتنمية عناصر اللياقة البدنية للمتدرب من خلال ممارسته لكافة التمارين الرياضية، لا كمان بنديله نشاط تعليمي بسيط بيختلف كل حصة عن الحصة اللي بعدها. تحس ايه وانتي جاية صالة الجيم تتمرني؟ تكوني فرحانة ان انتي جاية تتمرني؟ انا مامي الدنيا، أنا مبسوطة إن هي بدأت تتدرب في موضوع الجيم والنشاط اللي هي دخلت فيه مع كابتن منى، يعني زودت طاقتها، بقت اتعلمت إزاي تاكل، إزاي تشرب، نظمت في أكلها في حاجات كتير قوي تعرفت عليها، نفسياً بقت مرتاحة أكتر من الأول، الحركة بتاعتها في البيت كويسة، نشاطها بقت مبسوطة سعيدة عن الأول، نفسيتها مرتاحة أكتر من الأول كتير، فرق معاها كتير قوي في موضوع إن هي بتخرج بتتقابل ناس بتتعرف بتتدرب بتندمج في وسط ناس طبيعيين، لأن هي طبعا في الأول ما كانش في خروج ليها، مش عارفة تتعامل مع حد. عايزة تقولي إيه لصحابك البنات نصهم؟ عايزة كل البنات الصم إن هم ييجوا يتمرنوا في صالة الجيم ويبقوا مبسوطين، وبتعرف بنات مختلفة وجديدة خلال تمرينها في صالة الجيم. لأول مرة في محافظة دمياط يكون فيه فكرة لكورس مسميينه كسر الحواجز، وهو فكرة جديدة جدا هدفها دخول فئة الصم وضعاف السمع داخل صالة الجيم. أكيد وجودهم بيعدل من سلوكهم وبينمي ويطور من قدراتهم في وجود مدرب دارس بتخصصية في مجال الإشارة ومجال التربية الخاصة وأكيد المجال الرياضي. النظام الغذائي عملت فيه إيه؟ عرفت إن هي بتاكل الصبح نص رغيف، العيش نص رغيف الصبح، قال لنا إيه؟ والرز بتاكل 3 أو 4 معالق،